اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. نناقش اليوم في هذه الحلقه جانب مهم من المشاكل التي يعانيها المغتربون اليمنيون في دول الاغتراب، خصوصا في المملكه العربيه السعوديه، وهي ما يواجه كثير من العاملين من متاعب على ايدي كفلائهم سواء مؤسسات او افراد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا لا يقلل ربما من دور المملكة العربية السعودية في احتضان العمالة اليمنية منذ عقود، وما يمثل ذلك من مردود اقتصادي كبير على اليمن يعكس أواصر الأخوة والجوار بين البلدين. سنستمع لطبيعة المشاكل وأوجه المعاناة وأسبابها، ونحاول بحث الحلول مع من سيرد على اتصالاتنا من المعنيين. قبل البدء نذهب لمتابعة التقرير التالي والذي أعده الزميل وديع عطا عن موضوع هذه الحلقة. تحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني يمني، تزيد تحويلاتهم المالية لأهاليهم وذويهم في اليمن سنويا عن 380 مليار ريال يمني، تشكل مصدرا رئيسا وربما وحيدا لكثير من الأسر، خصوصا في ظل الوضع الراهن الذي تشهده اليمن. أكثر من 70% من إجمالي المغتربين العاملين في السعودية ملزمون وفقا لقانون العمل السعودي بالارتباط بكفيل سعودي يكون معنيا بضمان محل العمل والإقامة، بل حتى نوعية المهنة. إلا أن البعض للأسف يصطدمون ببعض المنغصات التي ترتبط أساسا بالطبيعة البشرية لبعض الكفلاء، فثمة من يعتبرها مصدرا للدخل المريح من خلال تحصيل مبالغ تستقطع من أجور مكفوليه، وهناك من يجعل منها وسيلة لابتزاز المغترب المغلوب على أمره لاضطراره للمحافظة على مصدر عيش أسرته. فمع كل حملة أمنية تنفذها السلطات السعودية ضد العمالة المخالفة، لا تخلو دفعات الترحيل من ضحايا البلاغات الكيدية من بعض الكفلاء، ناهيك عن ضحايا امتنعوا عن الرضوخ لممارسات الابتزاز. لكن ذلك لا ينفي وجود مخالفين لنظام الكفالة، إلا أن أشد عقاب يخشون وقوعه هو الترحيل، سيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها اليمن الجريح. في الأثناء تبرز تساؤلات من قبيل لماذا تتجاهل الحكومة نداءات المغتربين ومناشداتهم لوضع حد لمعاناتهم شبه المستمرة، على الأقل لتوفير ضمانات قانونية من شأنها توفير حماية لمن يقعون ضحايا لبعض الكفلاء. إذن موضوع هذه الحلقة من برنامج المنصة عن معاناة المغتربين مع نظام الكفالة، وربما الجزء الأكبر من هذه المعاناة، وبحسب ما وصلنا في قناة بلقيس للمتابعة ومناقشة هذا الموضوع بالمملكة العربية السعودية، بانتظار مشاركاتكم وتواصلكم معنا من خلال وسائل التواصل المتاحة للبرنامج، سواء عن طريق الاتصال المباشر على أرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو من خلال التواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك وصفحة قناة بلقيس، أو أيضا عن طريق الواتساب والإيمو. لدينا اتصال. الأخ مبارك، أهلا بك مبارك. أخ مبارك، اتصال. نعم نعم أخ مبارك، أهلا بك. أخ مبارك، خلاص تمام، أنت على الهواء مبارك. شكرا. تفضل مبارك، اسمعني من صوت التليفون لو تكرمت حتى اسمعك بشكل واضح. اذا عن معاناه المغتربين مع بعض الكفلاء في المملكه العربيه السعوديه، ما هي مشاركتك وتعليقك حول هذا الموضوع؟ اسمعني من التليفون. طيب اذا اشكرك مبارك، يبدو انه لم يستمع لي الملاحظه حتى يكون معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. لدينا اتصال الأخ سلمان الشريف من المملكة العربية السعودية، أهلا بك سلمان. أهلا، مساء الخير عليك يا أستاذ سامي وعلى كل متابعين قناة بلقيس، وأشكركم على طرح مثل هذه المواضيع التي تناقش كل معاناة مغترب يمني. وبصراحة لو القنوات الرسمية وباقي القنوات
وهذا تحظوكم ان الدنيا في خير ان شاء الله. ان شاء الله يكون هناك تاثير واثر لما نطرحه في قناه بلقيس في متابعه ما يخص ويعني المغتربين اليمنيين. طيب سلمان نشكرك ايضا انت على تفاعلك واهتمامك وحرصك على المشاركه الدائمه ونشاطك في هذا المجال وكل ما يخص المغتربين اليمنيين. هذه المشكلة الآن ربما لا يعاني منها المغتربين اليمنيين فقط، يعاني منها كل المغتربين داخل المملكة العربية السعودية مع نظام الكفالة. بحسب متابعاتك أنت، كيف ترى هذا الموضوع وهذه المعاناة؟ هل هي حقيقية كما يصورها البعض وينشر في وسائل التواصل الإعلامي؟ هل هناك تعنت فعلا من الكفلاء؟ طبعا للأمانة نحن نأخذ الموضوع بجامل يعني بمجمل الجوانب والإيجابيات والسلبية. طبعا قانون الكفالة وجد في المملكة لجميع الجنسيات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وهذا نظام خاص في بلدهم. تنقسم مشاكل الكفلاء والكفالة إلى عدة أقسام. تأتي يا أستاذ سامي المشكلة، وطبعا رأس المشكلة هذه يكمن للأسف الشديد فيها يمني. قد يكون يمني يدير ممتلكات أو مؤسسات صاحب عمل سعودي ويقوم بإصدار تأشيرات ثم إصدارها عن طريق مكاتب لليمن، ويوهم الناس أنهم يأتيهم برواتب مغرية، ويكون بينه تنسيق بينه والمكتب في اليمن، يبيع التأشيرات بمبالغ كبيرة، يدفعون الناس الغالي والنفيس، البعض يبيع الذهب، يبيع الأغراض الثمينة عشان يدخل المملكة يحلم بمستقبل زاهر. فلذلك يأتي إلى المملكة وينصدم أن العمل الذي يشتغل فيه ما يقابل راتب 1500 إلى 1700 أو 2000 ريال آكل شارب منها أو عزبة منها. فلذلك يلتفت إلى الديون التي هي متراكمة عليه، يلتفت إلى مصارف الأسرة، يلتفت إلى مصارف الأهل لا يغطي العمل، فيضطر أنه يذهب يعمل في مكان آخر. يقوم صاحب المؤسسة بالإبلاغ عنه. طبعا أعظم أو بعض أغلب المؤسسات أو اليمنيين يقدمون عن طريق مؤسسات وهمية، هم يعملون في أماكن أخرى وكفلاءهم في مناطق أخرى، يطلبون منهم مبالغ مالية مقابل التجديد. فلذلك يوجد للأسف الشديد نحن اليمنيين وعدم وجود توعية من قبل السفارة ومن قبل المختصين ومن قبل الإعلاميين أن مثل هذا العمل حق. للأسف الشديد سفارتنا لم تفرض علينا أن نأتي بعقود عمل ويكون العمل مباشرة بعقد عمل يلزم الكفيل ويلزم المكفول. أيضا عدم وجود توعية في هذا المجال أن من قدم يأتي ويعمل لدى كفيل. الآن وزارة العمل ومن خلال الأنظمة واللوائح التي أنزلتها الآن على وشك تسكير المؤسسات والشركات الوهمية التي تتاجر في رقاب الناس. فلذلك ويأتي أيضا الظلم الأخير من العامل نفسه، بعض إنسان بعض يمني لا يكون سفير يمثل بلده. دعنا نتكلم بكل صراحة يا أستاذ ثاني، هل تسمعني؟ طيب ألو تمام أسمعك سلمان. الشق الأخير هو للأسف الشديد أن بعض اليمني لا يكون سفير يمثل بلده. البعض يأتي ويحلب بمنصب مدير عام بيوم وليلة، لا أعرف أن العمل يأتي عن خطوات ويبدأ الوظيفة يبدأ فيها من الصفر تدريجيا. البعض للأسف الشديد يمسكوا محل أو مؤسسة أو شيء. طيب الخلاصة الآن سلمان، أن تريد أن تقول أن من يشتكي من نظام الكفالة هم يبالغوا في هذا الموضوع؟ ليست مبالغة، هنالك قضايا كثيرة، ومن كثر الشكاوى التي وصلنا والمشاكل التي وصلنا هي بعضها فيها غلط من العامل نفسه، وبعضها لسوء الإنسان عدم درايته بالنظام، وبعضها راجع الكفيل. هنالك بعض الكفلاء السعوديين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، نقولها لأمانة والفم المليان، لكن هم البعض القليل. وهنالك كفلاء والله العظيم ينحطوا على الجرح إبرة. والله البعض من يدفع عندما يسافر العامل فوق الراتب يدفع له مبالغ أهلية، والبعض يعطيه إكرامية البعض. أنا أتكلم بالجانب السلبي والجانب الإيجابي، ليس هنالك مبالغة. البعض ذاق الأمرين، البعض أخذ الغالي والنفيس، ولكن أنه أتى عن طريق مؤسسة وهمية ويعمل في مكان آخر وكفيله في مكان آخر، ولذلك الكفيل يفرض عليه جباية كل سنة يدفع مبلغ 10,000 إلى 15,000 كي يجدد له مثل هذه الإقامة. فلذلك ما الذي جبرك يا أخي أن تعمل لديك في مكان آخر وكفيلك في مكان آخر؟ لماذا لا تلتزم باللوائح والأنظمة القانونية؟ لماذا تدفع هذه الأموال؟ طيب بالنسبة للحكومة يعني والسفارة والقنصلية في المملكة العربية السعودية كانت اتفقت مع شركة محاماة سعودية أعتقد حتى يتم النظر في قضايا المغتربين مع الكفلاء. هل ما زالت هذه الشركة أو شركة المحاماة تقوم بدورها، وهل أنجزت شيء وأنصفت ودافعت عن بعض المظلومين؟
طبعا يا استاذ سامي، هي صفقة اخذوها وضحكوا بها على عقول الناس ايام وزير المغتربين السابق الكهالي عندما زكى مجلس لاعيان الجاليات ورؤساء الجاليات، واخذوا مبالغ مقابل البطائق انك تكون مسجل لدى الجاليه اليمنيه ولك كل الحقوق ولك كل الدفاع عنك وسخرك يا رجل. السفاره اليمنيه والقنصليه لديهم مندوبين في كل سجن يتابعوا في كل السجون يتابعوا بعدهم، لا يوجد محامي لدينا بالاصل. اعتذر عفوا. لذلك لا توجد سفاره بالاصل، سفارتنا هي وجودها انها تقطع على الجواز، وللاسف الشديد لم تفعل الجواز في هذه الايام. السفاره والقنصليه تكتظ بالناس، لم يفعلوا حتى خدمه تمديد السفر، الناس تطول طيب من نص طيب الليل. انت قلت في بدايه كلامك ان هذا الموضوع ونظام الكفاله يخص المملكه العربيه السعوديه وهو نظام متبع داخل السعوديه، الان تحمل السفاره الجانب من جوانب القصور، ما الذي بيد السفاره والقنصليه فعله؟ حتى لا يظهر ان في كلامك ربما تناقض وتوجيه اتهام لمجرد الاتهام لاخوه في السفاره والقنصليه. هو ليس تناقض، طبعا السفاره لها مسؤوليه كبيره ان الله سبحانه وتعالى ولاهم امور العباد والناس المغتربين هنا، وان الله سائل كل راع عما استرعاه الله، حفظ ذلك ام ضيع. لذلك ضروري تفعيل وجود محامي لمتابعه قضايا الناس، ضروري توعيه المغترب بابرام عقود عمل بينهم وبين المؤسسه التي يعملون فيها، اين وجود الدور الاعلامي؟ اين وجود طيب المسؤولين الاعلاميين؟ حتى نعود للجانب السعودي، عندما يصدر للاخوه السعوديين فيز العمل حتى يستقدموا عماله، البعض يقول ان السعوديه تتعامل مع هذا الموضوع مع مواطنيها كمكرمه، ان لكل مواطن سعودي يحق له استقدام 10 الى 8 عمال، ومن ثم هو يبيع هذه الفيز حتى يتكسب ويترزق من هذا الموضوع، ومن ثم يدخل في فصول وصنوف ربما من المتاجرة بهذه الفيز. هل تتفق مع هذا الطرح؟ هل فعلا هذا ما يحصل؟ لا 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 أتفق أنا مثل هذا الطرح. مثلا إذا كان السعودي فرد هو يستطيع أن يستخدم سائق ويستخدم خدامه، وإذا كان لديه مؤسسة طبعا على كل 10 أشخاص يوظفون ضروري شخص سعودي يسمى هذا نظام سعودة، هو نظام كفالة وجد لجميع الجنسيات. طبعا يستخدم أو ما يستخدم من حقه، بس أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني سمع وبصر أن أنا أشتغل عند كفيل في مكان آخر وكفيلي في مكان آخر وأدفع له بالسنة مبالغ، ما اللي جبرني على هذا؟ لماذا لم أعمل مع كفيلي؟ لماذا لا ألتزم؟ المملكة حطت لوائح، دعنا نكون منصفين، لوائح وأنظمة تسمى أنظمة قوانين العمل، لماذا طيب لا نعمل بها؟ سلمان في دقيقة لو سمحت، يعني ضعنا في صورة الإجراءات التي تتم قانونيا في المملكة العربية السعودية عندما يريد شخص نقل كفالته، ما هي الإجراءات التي تتم؟ هل هناك سهولة في هذه الإجراءات؟ وكم تقريبا تكلف ماديا؟ لأن أنت تقول ربما إذا كنت تعمل لدى شخص ولم يناسبك الوضع بإمكانك نقل كفالتك، في دقيقة لو تكرر. طبعا سخرت المملكة العربية السعودية نظام يسمى نظام أبشر، من خلاله يتم التنازل ونقل الكفالة عن طريقه، وكان من أول خطيا. طبعا النقلة الأولى تكلف 2000 ريال إذا كان نقل من مؤسسة إلى مؤسسة، 2000 ريال المرة الثانية تكلف 4000 رسوم للدولة، المرة الثالثة تكلف 6000 ريال هذه النقلة، ومن بعدها كل ما يريد ينقل بعد النقلة الثالثة 6000 ريال. طبعا هو لكي يكون العامل يعمل على رأس العمل، ويجب أن من شروط وزارة العمل ومن شروط الحملة الآن التي تأتي بعد حملة وطن بلا مخالف أن يكون كل شخص يعمل لدى كفيله. طيب فلذلك إلى جانب التكلفة المادية، هذه المبالغ التي تحدث عنها هي مبالغ ليست بالسهلة، وهذا نظام الإخوة السعوديين هم محددين هذا النظام، وهو نظام اختياري يعني بالأخير نظامهم وقانونهم. طيب هل ربما المستخدم أو الكفيل السعودي هل هو يستطيع فرض ربما نوع من الابتزاز أنه مثلا إذا لم يرغب بنقل كفالتك أن يعمل على إخراج هذا المغترب من داخل المملكة العربية السعودية، أم ربما هناك إنصاف وهناك قانون يمكن أن يلجأ إليه المغترب المتضرر من هذا النظام؟ هناك قانون، ولكن لمن يجهل هذا القانون مثل هذه المؤسسة الوهمية، هي تأتي بالعمالة والشخص يأتي بعشرة عمال إلى 15 عامل، كل شخص يدفع بالسنة مبلغ مقابل أنه يعطيني بالسنة أو بالشهر 200 أو 300 ريال أدعك تعمل في أي مكان، ولكن نص قانون وزارة العمل ونص السلطات السعودية في أن تعمل لدى كفيلك، وهو ملزم بتجديد الإقامة، ملزم لك بالنقل، ملزم بكل شيء، حتى تذاكر السفر والذهاب والعودة يلزمه مكتب العمل. يعني في قانون، في قانون يمكن اللجوء إليه. في قانون في يا أستاذ سامي، أستاذ سامي كيف نكون منصفين؟ انا لا والله لا جاي من نظام المملكه، ودائما انا انصح الناس، لكن يا اخي الكريم اعمل لدى كفيلك وخذ جميع حقوقك، فاذا كان لديك اي شكوى وزاره العمل انزلت اذا لم تسلم لك اذا وصل عند الكفيل الرواتب لثلاث اشهر بامكانك اشتكاء الكفيل، وامكانك يعطوك نقل كفاله ويعطوك كل الصلاحيات، اذا كنت صاحب عقد
هنالك قانون ومحكمة خاصة بمثل هذه الأمور، لكن نحن نرجع مثل هذه، والسبب عدم التوعية من قبل سفارتنا، لا وجود الجانب الإعلامي لتوعية المغتربين، لأن تعرف أغلبنا شعب غير متعلم، أغلبنا أتى من الأرياف كي يعمل داخل المملكة، وهذا حال كل اليمنيين وأغلبهم المتواجدون هنا. وهذا هذا الهدف، ربما أنا طولت معك في هذه المداخلة حتى نستوضح عن كثير من النقاط والمواضيع بحكم متابعتك ونشاطك في هذا المجال. شكرا لك سلمان الشريف. ملاحظة أخيرة الله يخليك. تفضل. سلمان، شكرا لك سلمان. طيب اتصال آخر، الأخ مبارك. مبارك مبارك أنت على الهواء. طبعا آخر. اتفضل مبارك. شكرا لمبارك. أذكر فقط مشاهدينا بإمكانكم التفاعل. سلمان الشريف. أذكر فقط بإمكانية التفاعل معنا والتواصل بالتعليق المباشر من خلال البث المباشر على صفحات قناة بلقيس. الأخ مشاركات عديدة تتحدث. طيب لعل ربما أبرز صور المعاناة والإشكاليات التي يعيشها المغتربون العاملون من بعض الكفالات تتمثل في الضغط على العامل للتنازل عن حقوقه المالية أو القانونية، وكذلك تعرض البعض للابتزاز المادي مقابل نقل الكفالة، إضافة إلى طلب بعض الكفلاء مبالغ مالية تتباين ما بين ربما قد تصل إلى 10,000 ريال سعودي وأحيانا أكثر فقط مقابل الموافقة على نقل الكفالة. في ظل موجة التخوف الآن قادم، هناك في ظل موجة سعودة الوظائف والتي تأتي في إطار خطة المملكة العربية السعودية 2030، تشهد قطاعات مهنية وظيفية توطين للسعوديين بدلا عن العمالة الخارجية، وربما هذا يعني اضطرار المغترب العامل لتبديل نوعية عمله وبالتالي الانتقال إلى كفيل آخر. لكن للأسف يصطدم البعض بما يمكن اعتباره تعنت من بعض الكفلاء سواء كانوا أشخاص أو شركات لأسباب غير مفهومة في أكثرها. أذكر بإمكانية التواصل والمشاركة. اتصال الأخ أحمد علي. أحمد علي أهلا بك. أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ أحمد، مشاركتك حول هذا الموضوع، هل هناك فعلا معاناة لكم كمغتربين مع نظام الكفالة؟ أي والله معانا مشاكل كثيرة نواجهها، سواء هنا في البنطلية في جدة. فقط هي ملاحظة لأحمد ولكل المشاركين معنا، بإمكانكم سماعنا من الهاتف حتى يكون الصوت أوضح. أخ أحمد. أيوه أيوه أسمعك يا أخي. طيب تفضل أحمد، تفضل أنا أسمعك. أسمعك أسمعك. تفضل. أنا أشكر لي المصاعب التي تجح اخواننا في الرياض من قبل هذه المأساة، سواء كانت كثير او كم كم الله يا اخي الراتب الذي يدخل. انا لا اسمعك بشكل واضح احمد. شكرا لك احمد. طيب عن مشكلة الكفلاء مع المغتربين وصلتنا بعض المشاركات عبر صفحتنا عبر الفيسبوك، نقرأ جزء منها. الأخ سمير يقول تحديد راتب العامل من قبل مكتب العمل وتحديد ساعات الدوام في القطاع الخاص حسب نظام المملكة خاصة للمسلمين، ولكن للأسف كما قال الشاعر يمشي الفقير وكل شيء ضده حتى الكلاب إذا رأت يوم. المهم بيت شعري. مشاركة أخرى. الأخ صابر يقول أن تكون الكفالة مع الدولة ممثلة بمكتب العمل وليس مع أشخاص. والأخ عبد الرزاق إلغاء نظام الكفالة، يطالب بإلغاء نظام الكفالة. عبد القادر يقول نحن نعاني من مشاكل كثيرة داخل السعودية من ضمنها السعودة والتجديد والكفالة، نحن والسعودية أكثر من جيران والمفروض لنا امتيازات واستثناءات.
أيضا مشاركة أخرى. الأخ محمد يقول إلغاء نظام الكفالة واستبداله بإقامة العمل كما هو الحال في معظم دول العالم، بحيث أن كل عامل أو موظف تحت إدارة الشركة والمؤسسة وليس شخص. يجب أن يكون هناك تنظيمات خاصة بالحصول على إقامة العمل بحيث تحفظ حق العامل وحق الشركة من الناحية القانونية والمالية والشخصية. نعود لاستقبال اتصالاتكم. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ أحمد. هلا والله. أهلا أخ أحمد، مشاركتك أخ أحمد في الموضوع. والله مشاركتي يا أخي في الموضوع من الظلمات الكفلاء بهذل، إحنا بهذلة وكفالة. الناس حابي الآن لهم حوالي 10 نفر سافروا لليمن وطلقوا لهم بمارب وعسكروهم بالقوة، الآن إحنا حلبنا، أما إحنا عرفنا نجلس هنا ولا عرفنا نسافر. طيب الآن نحن نتحدث ربما عن موضوع نظام الكفالة، ما هي المشاكل والمعاناة من هذا النظام إذا كانت هناك مشكلة لكم؟ مشكلة الكفيل، الكفيل أنا تأخرت عن كفيلي 10 أيام، 10 أيام بلغ علي مطيب عن عمل. طيب وما الذي كان؟ حاولت معه، رحت معه، حاولت، وصلت ناس ما رضي. طيب هناك قانون، الأخ سلمان الشريف يقول أن هناك ربما قانون يمكن اللجوء إليه لإنصافكم من ما تتعرضون له من ممارسات. أنا لي 4 سنة، 4 سنين من أولادي، من أولادي، من أمي، من أخواني، من كلهم، بيتنا بصنعاء تفجرت، أبي مات، أخي مات، ما قدرت أسافر ولا قدرت أشتغل، مبهذل هنا بهذلة، حاولت مع الكثير، حاولت عدة مرات ما هو راضي. طيب جربت أن تلجأ ربما لحل المشكلة مع الكفيل للقانون أو ل؟ حاولت. وما الذي حدث؟ حاولت، ما في فائدة. طيب إذا كانت لديك مشكلة مع كفيلك الآن، أنت مقيم بأي صورة في المملكة العربية السعودية؟ مقيم إقامة رسمية. طيب يعني بالأخير هو لا يستطيع أن يضرك، يعني هناك مشكلة لكنك ما زلت مستمر في عملك. لا أنا ما أنا مستمر، أنا الآن بدون شغل بسبب هذه المشكلة. ايوه، مو راضي يرجعنا اشتغل عنده، ولا هو راضي يعمل لي خروج نهائي، ولا هو راضي، حتى حاولت معه قبل الحرب ما رضي، لي الان 4 سنة، 4 سنة وانا محروم من اولادي، محروم من نادي، ابي توفى مع بصنعاء مع الحرب، والان المملكة العربية السعودية جابت لنا طيب مهلة لاخر رمضان، فين نروح احنا؟ لا عرفنا نسافر ولا عرفنا نجلس. طيب انت قلت انك لجأت للقانون السعودي لهذه بسبب هذه المشكلة حتى تجد لنفسك حل، إلى أي جهة ذهبت؟ أو نظام؟ أنا قدم ورقة، ما أبوش فائدة، ما رجعوا لي، ما حضر شو، ما أنا تعبت، تعب والله تعب، لا شفت على تعب. طيب شكرا لك أخي أحمد. تعقد، ما عرفناش نسافر، أنا معي 10 أصحابي سافروا، تلقوا لهم الحوث هذه المعرفة وجندوهم بالقوة. وضعهم الآن؟ الآن أصحابي 10 نفر سافروا قدام شاه، وقفوا لهم بمعرفة وجندوهم، رجعوهم الجبهات بالقوة. هذا معاناة أخرى. شكرا لك أخ أحمد. اتصال آخر. شكرا لك. شكرا على استضافتك. شكرا. الأخ معاذ أيضا معنا اتصال من المملكة العربية السعودية. أخ معاذ أهلا بك. الأخ معاذ أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاذ تفضل. معاذ. ايوه مايك معاذ. معاذ انت على الهواء مباشره. يا معاذ، ما هي المشاكل واوجه المعاناه من نظام الكفاله؟ هويني على انت يا معاذ على الهواء مباشره. هويني على قناه بلقيس. طيب معاذ انت على الهواء الان. اتصال للمره الثالثه الاخ مبارك. مبارك طيب أقرأ بعض التعليقات التي تصلنا. الأخ أبو حسن اليافعي يقول: أخ سامي، أرجو عدم التدخل في خصوصية المملكة، فهذا شأن دولة لا يمكن التدخل فيها. بالتأكيد نحن نناقش فقط ونستمع لصوت أخوتنا المغتربين في المملكة العربية السعودية عن ربما إذا كانت لهم معاناة من هذا النظام. تسمع أنت ويسمع الكثير عن قصص تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما في وسائل الإعلام، عن معاناة نظام الكفالة. بالتالي خصصت هذه الحلقة حتى نستمع للناس، وكنا نرغب حقيقة في التواصل مع الجهات الرسمية، القنصلية والسفارة ووزارة المغتربين، حتى نكون في صورة
ما الذي يحدث؟ هناك مشاكل ربما يتعرض لها المغتربين مع نظام الكفالة. السفارة والقنصلية ما الذي قدمته؟ هل هناك ربما توكيل لشركات محاماة متابعة لهذه المواضيع أم لا؟ لكن كالعادة لا تفاعل ولا تجاوب معنا. اتصال آخر. أخ عبد الله أنت على هو، تفضل أخ عبد الله. أنا مغترب كنت سنة وشوي ونزل أصلاً هنا ولا تستفيد، ما فيش إنصاف خالص من أخواننا في المملكة، تروح ترجع أكثر من مرة المكتبة الأمل. أنا كنت في الرياض محمد ألوان. طيب لو ترفع صوتك قليل بس صوتك غير واضح. نعم ألو، لو ترفع صوتك حتى اسمعك بشكل واضح. ما ارفع صوتك والله. طيب ارفعوا الاتصالات في الاستوديو يا شباب. اتصال اخر الاخ بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام اخ بدر. استاذ سامي، مشكلة المغترب اليمني ما تقتصر فقط على مشكلة المغتربين اليمنيين في السعودية أو مشاكلهم مع الكفلاء. أكيد. مشكلة المغترب اليمني يعني تواجه أي يمني في أي دولة في العالم. تمام. تفضل. المشكلة الرئيسية أعتقد أنها هي بين السفارات والمواطنين. فضروري أنا يعني أتمنى أنه طبعا الآن إذا حصلت مشكلة مع أي مواطن داخل أي دولة أجنبية، يعني مثل ما نشوف إنه السفارة ما تتحرك إلا بعد ضغط إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام، ما فيش تحرك جدي من السفارة لحل مشكلة المغترب اليمني. طيب أنت بدر الآن تتحدث عن مشاكل المغتربين، هل من واقع تجربة أنت مغترب عايش هذه المشاكل والظروف أو بحسب ما تسمع يعني وتتابع؟ في ظل وجود السوشيال ميديا يعني كل المشاكل اللي تحصل مع اي مغترب يمني اكيد توصل لنا يعني باثباتات، ويعني واعتقد الكل يعرف. مثلا اجيب لك مثال مشكله الطالبه عبير الذي كانت في تركيا قبل فتره بسيطه، وكيف يعني تصرف السفاره معها، يعني اتى بعد ضغوط كثيره من عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاعلام، وفي الاخير ارتحلت الطالبه. يعني لابد يعني طيب مثلا الان مشاكل الكفيل مع المواطن اليمني داخل السعودية، في حالة كانت السفارة تتخذ خطوات جادة في حل هذه المشاكل، الكفيل نفسه ما بيتجرأ أنه مثلا يتخذ أي إجراء خاطئ في حق المواطن نفسه. فلذلك نطلب من السفارة دائما أنهم يخلوا قد تواصل معهم مع المواطن بحيث أنهم يتكفلوا بحل كافة مشاكل المواطن، وهذا واجبهم يعني، مش أنه يعني هذا واجبهم في الأخير. طيب شكرا جزيلا لك بدر. من المشاركات التي وصلتنا الأخ فواز غالب يقول أريد أن أفهم هل في هذا البرنامج شيء مفيد، وهل هناك جهات مختصة تتابع البرنامج، وهل يوجد فائدة أو كلام لا معنى له ولا فائدة. نحن نتكلم إن شاء الله يتابعوا ويهتموا، حاولنا التواصل كثير مع السفارة والقنصلية لكن بدون فائدة. طيب الآن في مطلع يناير 2013 كانت وقعت وزارة شؤون المغتربين في ذلك الوقت اتفاق مع شركة محاماة سعودية بهدف توفير الحماية القانونية للعاملين من ضحايا التعنت والاضطهاد، إلا أن المغتربين يؤكدوا أنهم لم يستفيدوا أبدا من هذا الاتفاق. فعن الموضوع هذه الحلقة موضوع المغتربين معاناة بعضهم مع بعض الكفلاء نستعرض بعض المشاركات المصورة. في البداية نشكر المملكة العربية السعودية على ما قدمته من تسهيلات لأبناء الجالية اليمنية سواء المقيمين أو إقامة زائر أو المقيمين غير الشرعيين. نأمل منها أن تكمل ذلك الإجراءات والتسهيلات للمقيمين الذين يعانون من مشاكل في الإقامة مع كفلائهم كإجراء إنساني وأخوي وتقديرا للظروف التي تمر بها الجمهورية اليمنية. قصص محزنة ومؤلمة للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وغيرهم. والمملكة العربية السعودية مقدمة في الفترة القادمة على إصلاحات كبيرة، خاصة الإصلاح خطة عام 2030، وهذه الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا رافقتها إصلاحات أيضا في الجوانب الإنسانية والحقوقية. لابد أن تتلائم وأن يتم إعادة النظر في قوانين الكفيل، لأنه
بصراحة نسمع قصص محزنة جدا يتعرض لها المغتربين في السعودية. طبعا يستغلها بعض الناس الذين يسيئون إلى المملكة قبل ما يسيئون للآخرين. من الضروري وضع قوانين تضمن للمغترب اليمني حقوقه وترتب علاقته مع كفيله حتى لا يتعرض لعملية الابتزاز والاستغلال المالي. فنرجو من القيادة المملكة العربية السعودية أن تضع حلول عاجلة لمثل هذه القضايا المهمة والتي تعالج. نعود لاستقبال اتصالاتكم. لدينا اتصال أخ معاذ. أخ معاذ، اتصال اخر من مارب الاخ محمد. اهلا محمد. حياك عليك محمد، انت على الهواء تفضل. يا اخي بالنسبه للمغتربين يا اخي في المملكه العربيه السعوديه، بعض المؤسسات والكفلاء عندهم بعضهم مؤسسات رقميه، ويشتغل الشخص هذا برا او كيف ما كان. الاهم انا شفت انه يبي في اخر السنه 7500 وبعضها غير استلف فما حصل شيء، ما في عمل، ما هم شيء. بعض السعوديين والله محترمين ويقدروا، وقلنا بعض الكفلاء والله العقدات ياخذوا من العامل كذا كذا لا يجيبوا من القاف. طيب الو تمام. طيب محمد، باعتقادك ايش المطلوب من الجهات الحكوميه اليمنيه فعله للمغتربين في هذا الموضوع؟ يا اخي تخفيضات الرسوم، الكفلاء في ناس كفلاء ياخذوا على المكتب 7500 ومن 8000 ريال، العامل هذا يمكن انه ما يحصلها في السنه. يا اخي خفضوا علي يا اخي هذا التكلفه الذي ياخذها الكفيل، ولا تقول الحكومه لا نفتح حد مكتب عمل، حاجه بسيطه والباقي للكفيل. يا اخي يلغوا عليهم يا اخي مكتب العمل ولا كيف من الحكومه، وحتى ولا شيء قاعد احد مكتب العمل وعامل صحي مش مهم للحكومه. شكرا جزيلا لك محمد. اتصال اخر ناصر باسم، الاخ باسم من السعوديه. اهلا باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام باسم. الله يعطيك العافيه. انا لا الوم القياده المختصه بالنسبه للسعوديه، انا الوم وزاره الخارجيه بشكل عام او السفاره بشكل خاص. لماذا؟ إذا أنت مثلا تروح تعامل السفاء، مثلا إذا أنت مظلوم، عرفت؟ بالنسبة لك مظلوم على الكفيل، أو أن الكفيل عمل لك بلاغ غروب، أو أنه صار لك يعني مدة فترة محدودة تشتغل عنده، لا يعطيك رواتب، عرفت؟ فأنت بجهتك أنك لازم تروح عين وزارة الخارجية أو السفارة، هم اللي يعطوك إرشادات. بنفس الوقت إذا وصلت إيش؟ السفارة ما يعطوك إرشادات. إذا كان الاستقبال حقهم أو أن الموظف ما يعطيك وجه وكأنك داخل يعني ما أنت مرحب فيك. تشعر عندما تدخل السفارة والقنصلية اليمنية للأسف كأنك لا حق لك في الدخول، وكأنك ليس دخلت سفارة بلدك أو أنه ناس مرحبين فيك أو شيء. يعني يا الله أنه إيش يتخلص منك يعني، وكأنه شايفك إيش شوكة بحلقه، عرفت؟ مع انه موظف عندك يعني في الاخير، هو موظف بأساس عمر موظف عندك ولازم تسهل لك يعني. في اساس وقت تدخل السفاره لا في ارشادات، لا في مثلا عندهم مثلا يحترموك يقدروك ويشوفوا مشاكلك يشوفوا معاناتك، صار لك مغترب فتره بلاك مره تجي تحصل انك شاقي مثلا على الكفلاء او شاقي على التجديد. طيب باسم، عن هذا التعامل واسلوب التعامل من قبل السفاره والقنصليه، هل حصل لك موقف ام ربما تسمع عن اليوم الصباح؟ اليوم الصباح رحت السفاره اليمنيه. يعني تجي تحصل ان الساعه 4 الصباح على اساس انه الناس ايش يطابروا، على اساس انه الواحد يمشوه. فتجي انك مثلا تطابر من الساعه 4 الصباح توصل دورك يقول لك خلص التصريحات او خلص المعامله او تعال بكره. طيب هذا لا مشكله، في هذا نظام وقانون وبالدور انا معاك بالنسبه للنظام والقانون، بس لازم يتسهل، لازم الارشادات. يعني انت لما تدخل يعني وكانك داخل، ما انتش داخل سفاره، سفاره لها ارشادات، لها قوانين محدوده، ولها انك ما تقدر تخترقها وانهم يسهلوا عليك وانهم مشوك. يعني ما انا ما الوم انه مثلا انه قانون فوق الجميع، عرفت؟ طيب شكرا لك باسم.
فقط مشاركة أقرأها من الأخ بشير الغرباني على صفحتنا على الفيسبوك، يقول أنا في الرياض منذ 5 أشهر بدون عمل، والكفيل رافض يجدد الإقامة بسبب مخالفة على المؤسسة من مكتب العمل في سعودة الجوالات، والكفيل طالب سداد 20,000 حق المخالفة. إذن ربما هذا صورة من صور المعاناة مع نظام الكفالة. للأسف يشكو كثير من المغتربين من عدم اهتمام المعنيين في السفارة والقنصلية بمشاكلهم، بل أنهم يتهمون منتسبي القنصلية والسفارة بمحاولة المتاجرة بمعاناة المغتربين عبر وسطاء ولافتات مختلفة. وللأسف حاولنا في قناة بلقيس في البرنامج الاتصال والتواصل مع مسؤولي الوزارة الخارجية والمغتربين والسفارة والقنصلية للاستيضاح منهم، لأننا لا نجد أي تفاعل إيجابي، ومع ذلك تستمر محاولاتنا ويستمر اهتمامنا بموضوع المغتربين. وعن معاناة العاملين من تعنت بعض الكفلاء نتابع المادة التالية ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم. الرحمن الرحيم. إخواني، إلى كل من يهمه الأمر، إني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينظروا في أمري وفي ظروف الله أنا عانية من الكفيل، وإن شاء الله يوصل هذا الفيديو بإذن الله تعالى إلى كل مسؤول في هذا الوطن. وقضيتي هي بأنني جئت من اليمن إلى المملكة العربية السعودية في تاريخ 18 رجب، وفترتي جلست 4 أشهر مع هذا الكفيل الذي لا يخاف الله ولا رسوله، مجرد من الإنسانية، من السب والشتم وعدم إعطائي رواتبي. ولي سنة الآن وأنا أعاني، لا قدرت أن أعمل أو أشتغل، فلدي عائلة مبلغ عني هروب، أنا موجود عنده. اشتكيت لأبوه، اشتكيت لأخوانه، وجبتنا واسطات إله، ولكن ما فيش فائدة. هذا الرجل لا يخاف الله ولا رسوله، وأنا ما اشتيش كنت أطلع في هذا الفيديو إلا للظرف اللي أنا أعاني فيه. لي سنة الآن وإقامتي منتهية، ولا قدرت أجددها. رحت من مكتب لمكتب ولكن ما ربما أهمية هذا المقطع الذي وصلنا عن معاناة أحد المغتربين مع كفيله، ربما هو فقط للإشارة ولتسليط الضوء على وجود معاناة من نظام الكفالة للبعض من المغتربين. وكما شاهدنا حديث الأخ، وربما بحسب المشاركات التي تصلنا وتسمع، وربما من لا يوجد بيت في اليمن ربما، أو أسرة لديهم مغترب داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي يسمعون عن الكثير من القصص. هذه فقط رسالة لمن ينتقد حديثنا عن هذا الموضوع. نحن لا ننتقد قانون العمل السعودي والنظام الممنوح هناك، وندرك أن هذا النظام هو يسري على اليمنيين وغيرهم من الجنسية الأخرى ربما، لكن نحن كصوت لليمنيين قناة بلقيس نتيح هذه الفرصة للمواطنين للتواصل والتعبير عن كل ما يهمهم ويشغل بالهم ويعانوا منه. طيب، عن ربما أود الإشارة فقط إلى نقطة أن ربما تقريبا 4 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب 380 مليار ريال يمني، هي حجم التحويلات السنوية التي يرسلها المغتربون اليمنيون لأهلهم وذويهم في اليمن. وما من منطقة في اليمن إلا ومنها مغتربون في المملكة والخارج، وفي ظل حالة الحرب تزداد الأهمية بالحاجة المعيشية لاستمرار دخلهم، وبالتالي على الحكومة الحرص على متابعة شؤون المغتربين وهمومهم والاهتمام بهذه المواضيع. عن المشكلة هذه التي نناقشها في هذه الحلقة، مشكلة المغتربين مع الكفلاء، تلقينا أيضا بعض المشاركات عبر صفحتنا على الفيسبوك. الأخ مرسال يقول لا نستطيع الخروج بسبب الانقلابين القتلة في مناطقنا باليمن، ونستطيع التكلم بسبب المتسلطين منهم، هم محسوبين على الدولة وهم ما زالت العنصرية في دمهم، الحكومة السابقة كما هي معاناة استهزاء واحتقار وضغوطات.
على المواطن البسيط وكيف تريد أن يهتم بوضع من لديه هوية زائر. لا أعلم هذه المشاركة عن أي موضوع تتحدث، ربما لا علاقة لها بموضوع هذه الحلقة. مشاركة أخرى، الأخ أبو كنان يقول: أنا أبي مغترب في السعودية والآن سيتم ترحيله إلى اليمن، ومن سوف يساعدنا في المجاعة التي حلت باليمن؟ لا رواتب ولا عمل ولا مساعدات غذائية، والمساعدات الغذائية فاسدة ولا معين. طيب، الأخ أبو نواف يقول: هناك ناس أصدقائي لهم من 5 أشهر ومن 4 أشهر أعرفهم حق المعرفة بدون عمل، يتصل بك صديقك يقول لك: يا أخي أبغى أشتغل بحق الأكل والمصاريف، وأهله تلقاهم في اليمن يأكلوا التراب. يا أخي وضعنا مزري وحالنا يرثى له، يعني لمتى والمغترب اليمني على هذا الوضع وأصحابه يتزاير ما لهم أي اهتمام؟ ليش ما يشوفون لهم سافرون أي وزارة المغتربين؟ طيب، لدينا اتصال؟ لدينا اتصال؟ الأخ حسام الشرعبي، أهلا بك حسام. طيب، عن موضوع أو فقط أريد أن أشير إلى مشاركة وصلتنا عبر الفيسبوك. الأخ عمرو يقول: أن تتبنى الحكومة بلدنا المعترف بها دوليا التعاون مع حكومة البلدان الأخرى والتي يعاني فيها المغترب من بعض التعسفات والمضايقات التي لا تتناسب ولا تتوافق مع أدنى الحقوق المشروعة للمغتربين، والضغط على حكومات البلدان المستضيفة والتي من شأنها أن تتبنى كفالة من أراد التخلص من نظام الكفالة الشخصية، وذلك وفق إجراءات حكومية ملائمة تناسب المغترب بحيث تعمل على الحد من المضايقات الشخصية من قبل الكفيل وفق مسمى الكفالة. مشاركة الأخ عمرو، لكن ربما لديه فكرة كان يريد يوصلها، أنا لم تصل الفكرة بشكل واضح. عن موضوع المغتربين ومعاناة بعضهم من بعض الكفلاء، نستعرض بعض المشاركات المصورة. يهاجر اليمنيون من بلادهم اليمن إلى البلدان المجاورة بحثاً عن العيش الرغيد والحياة السعيدة لهم ولأطفالهم ولأسرهم ولمجتمعهم. يعانون أيضاً في بلاد الغربة من بعض المشكلات، أبرزها كما تعلم فرض كفالات زائدة للكافل، أو فرض فلوس رسوم الكفالة أو نقل الكفالات مبالغ طائلة تتم من خلال نقل الكفالات، مما يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي لهذا الأشخاص والأفراد، ويؤثر على مدخولهم المادي بشكل أكبر. مشاكل المغتربين كثيرة، نلاحظ أن بعض الكفلاء يتعنتون العمال اليمنيين، مثلا يمارسون عليهم الاستعلاء دون المراعاة لمشاعرهم، ولهذا لابد من قانون ينظم العلاقة بين العامل والكفيل عليه، وينظم حقوق العمال اليمنيين داخل المملكة العربية السعودية. يعاني الكثير من المغتربين في الدول الخليجية من تعنت من قبل الكفلاء بطلب منهم رسوم شهرية أو ما يقابل نقل كفالة من كفيل إلى آخر، مما يسبب في تأثير في مستوى الدخل المعيشي اليومي لديهم، وكذلك التأثير على المستوى المعيشي والشهري. وصلنا الآن إلى فقرة أنت المراسل، وفي هذه الفقرة نتلقى مقاطع فيديو أنتم صورتموها من خلال هواتفكم وربما كاميراتكم الخاصة، تعبروا من خلال هذه الفقرة عن قضايا تهمكم. المادة الأولى هي عبارة عن مقطع يتضمن تعقيب سجله المغترب بندر السعيدي عن موضوع المساعدات الإغاثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحييك عزيزي الغالي. بالنسبة لموضوع مساعدات الإغاثة الإنسانية، أولا ليس هناك رقابة حقيقية من صوب دولة رئيس الوزراء وكذلك من صوب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وكذلك من وزير الإغاثة الدولية لليمنيين. وبالحقيقة هناك تجار أو لصوص كانوا من صوب الشرعية أو من صوب الحوثي أو عفاش، لذلك هو الضحية بالأول والأخير الشعب اليمني بالداخل. الشعب اليمني بالداخل. أنا متابع برنامجكم، البرنامج القيم مالكم، وبصراحة برنامج تشكر عليه أخ سامي،
لذلك نتمنى الكل الأطراف سواء الشرعية والانقلاب أو المقيمين على هذا المشروع الأغاثة أن يتق الله، أن يتق الله في الشعب اليمني، الشعب اليمني. طيب، المادة الثانية هي مقطع مصور وصلنا من أحد المواطنين تم تسجيله مع أم أحد المختطفين من أبناء الحديدة في سجون الميليشيا منذ أكثر من عامين، وهي تبكي وتناشد بحرارة من أجل إطلاق سراح ولدها المختطف. ها ولا يا ماشي ولا يا همشي، حرام عليهم الحرام. إيش اسمه ابنك يما؟ أحمد حسين محمود بحر. وينه محبوس؟ ها؟ وينه محبوس؟ محبوس السياسي مدري ما قلت شباب شاف منه. اللي أنا في صنعاء. في صنعاء. وما تطلبين منا أنصار الله؟ طلب منا اللي عندوني بني. بس. ويتقوا الله في أنفسهم. يتقوا الله فيه. كم له محبوس؟ كم له محبوس؟ لين في 10 سنة. كم؟ 3 سنة ذي. 3 سنة. يعني من يوم يبدأ ما اسمه محرب. من بداية الحرب. من بداية الحرب. بدايته. الله يعين. أنا له 15 يوم محرب ما كان. إن شاء الله تصل رسالتك هذه إليهم بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله يفرج عن نقول يا رب. بهذه الفقرة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة. تحية طاقم البرنامج ومعد البرنامج الزميل وديع عطا، وأيضا زملاء عمرو النهمي وعليا حسين. تحياتي.